دي تكهناتنا، لكن بنتمنى ان كل بناتنا يحصدوا كل الالقاب. خلينا نطير لملعب المباراه سريعا من ارض الملعب. كريم احمد لك الكلمه. بجدد لك التحيه من جديد يا كابتن خالد. انا معايا طبعا مهندس محمد ضماطي عضو مجلس الاداره. مبروك يا محمد بيه، فوز رائع ومميز وتنظيم اكتر من رائع للنادي الاهلي. الحمد لله، مبروك للجمهور العظيم ده النهارده عمل دور رائع. مبروك للفرقه كلها كابتن حمدي والبنات كلهم، وبهني سراج على التنظيم الرائع من اول البطوله، عامل مجهود اكتر من رائع. بارك طبعا لكابتن الخطيب والمجلس كله، بطوله مهمه للنجمه العشرة، وان شاء الله ربنا يوفق الولاد في البطوله اللي جايه باذن الله. جمهور مميز وكان ليه تاثير كبير من اول يوم في البطوله لاخر يوم، لكن بالتحديد النهارده محمد بيه من اول دقيقه، يعني حاجه فعلا رائعه جدا. هو الاهلي هو جمهور، هو ده اللي بيفرقنا عن اي حاجه تانية في مصر، الجمهور العظيم ده. مبروك، عوضوا الخساره البطوله العربيه، وان شاء الله دايما كده في انتصارات. شكرا يا جماعه.